ما الذي يدفعنا للمضي قدما نحو الطريق الصعب؟ كيف؟ ولما؟ ماذا ولماذا؟ كل الأسئلة تقود لإجابة واحدة، إنه التحدي. البداية كانت 2015، حيث كان لدي خبرة سابقة في مجال التصميم والطباعة لمدة 5 سنوات، واتخذت القرار بفتح مشروعي الخاص في هذا المجال بعد أن لاحظت زيادة طلب في السوق. يونس البحري فتى يافع أجبرته ظروفه لهجر مقاعد الدراسة مبكراً، متخذاً الطريق الصعب ويطرق باب الرزق ليعمل في مجال المطبوعات والنشر، مكتسباً مهارات وخبرات كانت قنديله للسير قدماً في مشروعه ويقرر فتح مطبعته. طموحي في المشروع التوسع في مجال الطباعة والتصميم ومواكبة تطور مجال السلطنة، وأسعى أن يكون مركز عالم المعرفة منتشراً في مختلف مناطق السلطنة. يفكرون، يتساءلون ويفتشون بحثاً عن الفكرة، وزادهم همة وأمل وعزم وعمل لتكن ذا همة وستصل إلى القمة. صندوق الرفض، رؤية وفكر ودعم.